صوت صفارات الإنذار يشق السكون. مدينة بأكملها مظلمة، ومضات من الضوء تضيء السماء كل بضع ثوان، بينما صرخات الناس تتعالى وسط فوضى لا ترى لها نهاية. إنه الانفجار الأول الذي دفع العالم كله إلى حافة الهاوية. كانت بداية الأمر إشاعة في الأخبار، حديث خافت عن توتر سياسي متصاعد بين القوى العظمى، تحذيرات عن ارتفاع احتمالية نشوب صراع. لكن أحداً لم يأخذ الأمر بجدية حتى ليلة 16 من نوفمبر، عندما اختفت الكهرباء في مدن كبرى حول العالم. صوت هدير الطائرات الحربية كان يعبر فوق السماء كظل ثقيل، ومع كل هدير كانت قلوب الناس تتسارع، يداهمهم رعب غير معروف. في تلك اللحظة لم يكن أحد يعلم أن هذه الطائرات كانت تحمل شيئاً أخطر من القنابل المعتادة. كان هناك نوع جديد من السلاح، شيء أشبه بالكابوس المروع، قنبلة قادرة على إفساد العقول. بدأت تقارير مرعبة تظهر من المدن المتأثرة. الناس يفقدون ذاكرتهم، يتحولون إلى كائنات غير واعية تتصرف بعنف لا مبرر له، تتجول في الشوارع كالأشباح، عيونهم فارغة وكأن روحهم غادرت أجسادهم. لم يكن الناس يفهمون أن هذه ليست حربا عادية. الجيوش لم تكن تقاتل جنودا أو دبابات، بل كانت تقاتل البشر شعبا ضد شعب. التكنولوجيا التي كانت يوما سلاحا لحمايتهم أصبحت الآن العدو الأكبر. كانت موجات التشويش تدمر الأجهزة الحيوية، والأقمار الصناعية تخرج عن مسارها، وكأن العالم يتحول تدريجيا إلى ظلام دامس. في هذه الفوضى تظهر جماعات مقاومة تحاول التصدي لهذا الخراب، تحاول إنقاذ ما تبقى من الحضارة، إلا أن الخطر كان يتجاوز قدرتهم، كأنما كان عدوهم غير مرئي. منشآت الطاقة تتعرض للتفجير، والمستشفيات تتحول إلى مقابر جماعية بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية. تتوقف الكاميرا على مشهد لمدينة مدمرة هادئة بشكل مرعب. جثث ملقاة في الشوارع، بعضها يحمل علامات كدمات وأخرى قد تهشمت ملامحها بالكامل. يظهر رجل واقفا بين الحطام بملابس عسكرية ممزقة ووجه مغطى بالدماء، لكنه لا ينظر إلى أحد، يقف في حالة ذهول وكأنه آخر إنسان على وجه الأرض. صوت عميق ومخيف يهمس من خلفه: هذه ليست النهاية. الرجل العسكري الممزق الملابس واسمه سعيد يحاول تذكر كيف وصل إلى هنا وسط دمار المدينة التي أحبها. كانت آخر لحظة يتذكرها هو رؤيته لعائلته وهم يختبئون في الطابق السفلي، بينما كان هو يحاول التصدي لجحافل الأعداء الذين تحولوا إلى وحوش من الداخل، مخلوقات متعطشة للعنف بلا وعي أو رحمة. يبدأ سعيد بالسير بين الأطلال، كل خطوة تجعله يسمع همسات مبهمة، صوت أشبه بصوت أمه تناديه، صوت ضحكات أطفاله. لكن عندما يستدير يجد الشوارع فارغة، مظلمة كأنما لم تمسها الحياة أبدا. يشعر بوخزة باردة في قلبه، كأن الأصوات آتية من عالم آخر، عالم بين الحياة والموت. بعد ساعات من المشي يلاحظ وجود شخص يراقبه من بعيد. كانت فتاة صغيرة، شعرها أشعث وعينيها مشتعلة بالخوف. عندما يقترب منها تصرخ وتختبئ خلف حائط محطم، يحاول تهدئتها: لا تخافي، أنا لست واحدا منهم. تتردد للحظة ثم تنظر إليه بعينين جاحظتين: أنت لا تفهم، أنت قد تكون منهم دون أن تدري. تعرف سعيد إلى هذه الفتاة واسمها لينا، وهي ناجية صغيرة عاشت أهوال هذه الحرب بكل وحشيتها. تتحدث له عن المتعقبين، وهم أناس لا يعرفون أنهم مصابون، يتحركون بين الناجين كجواسيس صامتين، يحملون في عقولهم ما يشبه الفيروس القاتل الذي ينشط في لحظات غير متوقعة، يجعلهم ينقضون على أحبائهم ويحولونهم إلى ضحايا. بدأ سعيد يتساءل: هل يمكن أن يكون أحدهم؟ هل هناك شيء بداخله ينتظر اللحظة المناسبة ليظهر؟ يتملك الخوف قلبه، شك مرعب في نفسه يجعله غير قادر على الثقة بأي شخص حتى ذاته. يقرر سعيد ولينا الانضمام إلى مجموعة من الناجين كانوا في رحلة بحث عن الملاذ الآمن الذي قيل إنه يقع في أطراف المدينة، حيث يشاع أن العلماء يعملون هناك على دواء يوقف تأثير السلاح الذي دمر العقول. لكن الطريق إلى الملاذ ليس آمنا. في الليل يتراءى لهم ظل كائنات تراقبهم من الظلال، كانوا يسمونهم أشباح الحرب، بقايا الذين ماتوا وهم يحملون الكراهية في قلوبهم، روحهم لم تهدأ وأصبحت تجوب الأرض وتستدرج الأحياء إلى فخاخ مميتة. في أحد الليالي بينما كان الجميع يحاولون النوم، سمعوا صوت خطوات تقترب، همسات وأصوات متقطعة كأنها نداءات مشوشة تأتي من عالم آخر. يقترب الصوت أكثر حتى يروا رجلا مسنا، وجهه شاحب وعيونه فارغة، يقف على مسافة منهم ويتمتم بكلمات غير مفهومة.
فجأة يرفع رأسه ويمسك بيديه حجرا، ثم يضرب به على الأرض مرارا وتكرارا، وكأنه يحاول أن يوقظ شيئا مدفونا في الأرض. ينتفض سعيد وأصدقاؤه ويهربون إلى داخل مبنى قريب، يتجمعون حول نافذة مكسورة ويراقبون الرجل العجوز، إلى أنهم فجأة يرون شيئا أكثر رعبا. مجموعة من المتعقبين تخرج من الظلال بوجوه ملطخة، تقترب من الرجل العجوز وكأنهم قد تلقوا إشارة خفية. يصل سعيد ولينا والمجموعة إلى الملاذ بعد أيام من الرعب. عندما يدخلون يطلب منهم الخضوع لفحوصات للتأكد من أنهم غير مصابين بالفيروس العقلي. يشعر سعيد بقلق، ينظر إلى لينا التي تمسك بيده وتقول: نحن بأمان الآن، أليس كذلك؟ فجأة يبدأ جهاز الفحص بالإنذار. يتوقف الطبيب، ينظر إلى سعيد بعينين مليئتين بالخوف ويهمس بصوت مبحوح: إنه واحد منهم. ينظر سعيد إلى الطبيب بصدمة، يحاول استيعاب ما يحدث، لكن في داخله يعرف الحقيقة. كأنه كان ينتظر هذه اللحظة طوال الوقت. ينقض على الطبيب وعيونه تتحول إلى فراغ لا متناه. تبدأ لينا بالصراخ بينما يتحول كل شيء من حولهم إلى صراع مستمر بلا نهاية.